syntes, at landet deres var vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monstre. Vi ved, at nogen er derude. Må du fortælle mig, hvem det er? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة. مقطع جديد وحيكون عن الأبديت الأخير لباتلفيلد 7.0. طبعا قبل ما نبلش المقطع لا تنسوا تشتركوا بالقناة لو مش مشتركين، وشكرا لدعمكم المتواصل واللايك والشير، وأهلا وسهلا فيكم. وإن شاء الله بيعجبكم وبيفيدكم هذا المقطع. ان شاء الله انا بحاول ما اطول هذا المقطع مثل المقاطع الماضيه، واعطيكم اهم شيء صار بهذا التحديث. منبلش بالعناوين اللي هي ضافوا خريطتين جدد، اللي هي خريطه المرج في ليبيا، هي طبعا خريطه جديده، وخريطه بروفنس هي خريطه قديمه بس هلا ضافوا عليها الاطوار كلها للعبه، وحيكون طبعا في الجيش الالماني والجيش الامريكي. طبعا ضافوا اليات جديده للجيش الامريكي، وضافوا 14 جندي جديد للجيش الامريكي وجنديين جداد للجيش الياباني، وفي اسلحه ضافوها جداد، 9 اسلحه جداد مع جادجت قنابل جديده. والحين نبدا لكم بالتفاصيل. اول شيء خريطه المرج طبعا ضافوها على لعبه باتل فيلد 5، وحتكون باطوار الاحتلال البريك ثرو اللي هي اختراق، تيم ديث ماتش والسكواد كونكويست. واضافوا على خريطه بروفنس ضافوا الاحتلال والاختراق وتيم ديث ماتش وسكواد كونكويست. وكمان طبعا كان في تعديلات على خرائط تانية. منبلش بهدول الخرائط. اول واحدة منحكي عنها هي الايرودروم. طبعا في خريطة الايرودروم شالوا الرشاش اللي كان تحت الارض موجود على طرف الخريطة، وكمان شالوا الرشاشات اللي انت بتقدر تعمرها بالخريطة بالارض عند السيكتور اف او عند قسم اف وقت توصل بالبريك ثرو. اما خريطة السندان، خريطة السندان ضافوا عليها الجيش الامريكي والالماني في جميع الاطوار. وطبعا بعد فيها مشاكل هم الشركة عارفينها، وان شاء الله حسب ما عم يقولوا انه حيكون في باتشز وتحديثات جديدة للاخطاء الموجودة باللعبة، وحيكون في عليها تعديل. طبعا حيكون الابديتس اللي حيجي من دون اضافات. بننتقل لخريطة ماريتا. طبعا بخريطة ماريتا كمان صلحوا، كان في ثقب بالجدار كمان هذا صلحوا. وخريطة البانزر ستورم كمان ضافوا عليها الجيش الامريكي والجيش الالماني بجميع الاطوار ما عدا طور العمليات، وضافوا كمان الجيش الالماني كجيش مدافع. اما خريطة تويستد ستيل طبعا ضافت الجيوش الالمانية والامريكية ما عدا طور العمليات، وطبعا كان في اخطاء تانية بتويستد ستيل اللي هي براميل واسلاك شائكة كانت متطايرة عند برج الاي بالاوتبوست، وكمان في خطأ عند عالم الدي اللي هو على الجسر كان اللاعب طبعا يعلق بهدلون البراميل. اما خريطة الاوبريشن اندرجراوند كمان لحق تصليح، اللي هو خطأ على الاماكن، بعض الاماكن في الخريطة كانت تسبب عدم عمل قنابل الدخان، يعني قنابل الدخان ما كانت تشتغل. وسريعا كمان كان في بالكومبايند ارم، هي طبعا الطور الثاني الطور الجماعي، كان في تصليح على نهاية الجولة، كان في قوائم تطلع كان في معلومات ناقصة صلحوها، وتصليح كمان بالفاير ستورم كان موجود خطأ وقت اللاعب يفوت سولو يلعب سولو لحاله اللعب المنفرد بالفاير ستورم، كان وقت حدا يقتله يصير ينزل بحالة البليدينج او النزيف. طبعا لو انت عم تلعب سولو ما لازم تفوت بهي الحالة، لازم دغري يصير لك إليمينيشن او تموت يعني. هي هلأ صلحوها وان شاء الله ما عاد تطلع. ومننتقل هلأ للأسلحة. طبعا اضافات الأسلحة كانت على السابورت في سلاحين جداد، اول سلاح اللي هو الشو جرين شوت جون، وكمان السلاح الثاني اللي هي تشاو تشاو. اما السنايبر كمان نزل لسلاحين جداد، اول سلاح اللي هو M3 انفراريد
وتاني سلاح اللي هو K31/43 المسعف. اجا كمان سلاح جديد للمسعف، سلاح واحد يلي هو ويلغن. اما الدعم كمان اجا سلاح جديد يلي هو M1941 جونسون. وكان في اضافات التانية على جميع الكلاسات يلي هي الاسلحة الجانبية. نزل سلاح البي بي كي وسلاح البي بي كي مع كاتم، ونزل كمان سلاح M1911 مع كاتم وسلاح الويل رود. هدلون اسلحة نزلوا لجميع الكلاسات. اما الجادجتس اللي نزلت، نزل السنايبر شيء اسمه دبل سكوس وقاذف قنابل RMN50. اما للدعم نزل فرد قاذف اللهب، والسبورت نزل له تشاب تشارجر وكامب بيستول. والقنابل الجديدة اللي نزلت في اللعبة كمان نزلت لجميع الكلاسات، اللي هي قنبلة الفاير كراكر وقنابل ديمولوشن وقنابل تايب 99 ماينز. وطبعا كان في تعديلات كمان على بعض القنابل والأسلحة الموجودة، اللي هي أول شيء مبلش بسلاح الام 1 جراند. طبعا عدلوا على هذا السلاح وعملية تبديله على الفرد وقت ما بيكون معك ذخيرة، وتعديل على صوت الإطلاق لسلاح البريدا M1935، وصلح بعض الأخطاء على قنابل الدخان تكلمنا عنها في أول مقطع. وكمان عدلوا على قنبلة الإمباكت جرانيت وقت انفجار القنبلة لما توصل على أي سطح أو تضرب أي شخص. وكمان صلحوا خطأ اللي هو باللونش ماينز، عند استخدامه وتستخدمه مرة تانية كمان كان في خطأ والحين صلحوا كمان. أما الآليات يا شباب، تمت إضافة 5 آليات جديدة للجيش الأمريكي، اللي هي الـ A-20 بومبر والـ P-70 نايت فايتر، P-51D أو الـ 51D فايتر، طبعا هدلون الطائرات، والـ P-51 أو الـ 51K فايتر، كمان الـ M-8 غري هوند في الـ US Army. أما الجيش الألماني كان في إضافة واحدة اللي هي بوما أرمورد كار. وطبعا كان في تعديلات وإصلاحات للآليات، وراح أضيف لكم الرابط بالوصف، ممكن تفوتوا على الرابط لتشوفوا شو صار على الآليات، شو الأبديت وشو الأشياء الجديدة اللي عدلوا عليها. طبعا ننتقل للجنود. مثل ما خبرتكم أول مقطع، كان في إضافة ل 14 جندي جديد للجيش الأمريكي، وإضافة جنديين جدد للجيش الياباني. وكمان تم العمل على بعض الأخطاء، يلي منها خطأ وقت اللاعب يموت يعلق بحالة البليدينج أو النزيف وما يقدر يرجع يساوي ريسبون باللعبة. كمان قالوا أنه هي حاولوا يصلحوها، أو لو ما تصلحت ممكن تكون تحدث يعني تصير للاعبين بنسبة 0.00 الله أعلم بالمية، يعني أنه خففوا منها. وطبعا في تصحيح على بعض الأصوات للجنود كمان هي ساووها في اللعبة. ومن بعض التعديلات الأخرى اللي صارت للعبة، هي في خطأ كان موجود وقت العدو يرمي قنبلة دخان ويفوت عليها، كان أحيانا ما يطلع في الميني ماب أو بالخريطة. كمان هي عدلوا عليها عشان يطلع على الميني ماب وتشوفوه. طبعا آخر شيء، لو عندكم اي فيدباك او اي استفسارات او اي اسئلة شيء على اللعبة، فيكم تتواصلوا مع فريق الـ EA او فريق باتلفيلد عن طريق الديسكورد او موقع الانسر HQ، او فيكم تكتبوا لي تحت في التعليقات او عن طريق التويتر او عن طريق اي منصة انتم بتفضلوها، موجودين بالوصف. وهيك بنكون وصلنا لاخر المقطع، لنهاية المقطع، وان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه. لا تنسوا الاشتراك بالقناة لو مو مشتركين، واللايك او الاعجاب بالمقطع والنشر. وشكرا على متابعتكم، ومنشوفكم بالمقطع الجاي ان شاء الله. كان معكم اخوكم احمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.